البداية عزيزي المشاهد مع مباريات البطولة العربية، فخلونا نتابع النتائج ونعرف النتائج، ومن النتائج ندخل على التفاصيل. النهارده في العديد من اللقاءات اتلعبت شباب بلوزداد والرجاء المغربي، والرجاء تفوق على شباب بلوزداد بهدفين لهدف. الزمالك اكتسح الاتحاد المنستيري ب4 أهداف دون مقابل، والكويت الكويتي خسر من الوحده 1-2، والنصر والشباب السعودي 0-0، واللقاء ابتدى من الساعه 10. هقول لحضراتكم النتائج تباعا. البدايه طبعا مع الفارس الابيض الذي تالق طولا وعرضا واكتسح الاتحاد المنستيري برباعيه نظيفه مع اداء على نغمات المزيكا، اداء مزيكا بجوال كلها مزيكا، باداء تقول هو ده الزمالك، هو ده الزمالك اللي يعني مزعل جماهيره كان الفتره اللي فاتت دي كلها في الدوري وفي البطولات وفي البتاع. زمالك مغاير تماما مع هذه الانطلاقه في البطوله العربيه، زمالك بيلعب كره ممتعه وبيجيب اهداف من لعب مفتوح، زمالك مختلف مع هذه البطوله، مع هذه الانطلاقه، انطلاقه مفيش احلى ولا امتع ولا اجمل من كده برباعيه. الرباعيه كلها كانت بتوقيع سيف الجزيري، معرفش تحس انه اللعيبه بدأ البطوله دي في نيو لوك، عارف انت اللي هو انا فايق وفريش وجاهز ومحضر نفسي وقاري كويس ومذاكر وكل حاجه، فتحس ان اللعيبه شده الشده. اتفرج على الماتش، على ادي لعيبه الزمالك هي هي اللي كانت في الدوري، مش معقوله، اتبدلت، شحنت البطاريه، في حاجه حصل، يعني في حاجه حصلت. ايه الحاجه دي؟ غالبا تلات ارباع اللي انا شايفه في الملعب بالاضافه للفنيات بتاعت الراجل، رغبه اللعيبه. يعني انا عندي احساس ان اللعيبه عايزه تنتفض وعايزه تفوق الزمالك، يعني عايزه تفوق نفسها. الاجواء هتبقى مختلفه والماتش مختلف والانطلاقه مختلفه، فالبدايه كانت بامان الله. يعني كلامك بصراحه كنت فخور، يعني كنت مبسوط ان الزمالك ابتدى البدايه دي، لان لا اخفيك سرا البطوله مع المجموعه اللي موجوده ما هياش سهله خالص. فكويس انه الزمالك عبر عن نفسه في الماتش ده، انا هاخدها واحده واحده وهناخدها ماتش، بس من حقنا ان احنا نتبسط بالزمالك النهارده باللقاء اللي عمله، واللي جاي ان شاء الله باذن الله يكون افضل. بس احنا في اللي موجود النهارده في مكسب مهم جدا جدا، في انطلاقه مهمه باهداف كلها بتسجل عن طريق سيف الجزيري، والهدف الثاني مزيكا زيزو، مفيش جمال ومفيش حلاوه كده بامتاع في الدقيقه كانت 43، ويجي سيد عبد الله نيمار فيسجل هدفين، والهدفين برضو تحس فيهم باداء الزمالك بتاع زمان، الكوره اللي بتتلعب على جنبه ويعدي سيف الجزيري، عجبني سيف الجزيري جدا جدا جدا، ويقوم معدي وعامل الباص وبالعرض وبيقوم، تحس انه الله ايه يا جماعه ده؟ طب كان فين الكلام الجميل الحلو ده؟ كان كنتوا مخبيين الحاجات دي فين؟ ما تدراش، ما تعرفش. بس واضح ان الزمالك عنده رغبه في تقديم نفسه بشكل كويس في البطوله ديت. الناس هتقول لك يا عم بس انت ما تبالغوش قوي كده. هناك فارق ما بين المبالغه والاحتفاء. هناك فارق ما بين المبالغه والاحتفاء. هذا ما نتحدث عنه في هذه الليله، هو احتفاء بالزمالك المصري الذي يمثل مصر في هذه البطوله، هي البطوله العربيه، فمن حقنا يكون عندنا هذه الحاله بالاحتفاء بهذه الانطلاقه. انما لا نبالغ، احنا ما بالغناش، الزمالك كسب 4 نتيجه كبيره لما تيجي تقول الزمالك سحق الاتحاد المنستيري. فهل حد هيختلف برباعيه نظيفه؟ هل حد هيختلف على العنوان؟ هل النتيجه دي مش بتساوي الوصف اللي اتوصف؟ تساوي الوصف اللي اتوصف. هل الزمالك النتيجه دي مش معبره عن سير المباراه؟ يعني احيان كتير وانت انت 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 بقى عارف الكوره، احيان كتير ممكن ما يكونش يومك، بس ايه، تروح بواحده تجيب جول، فتقعد تضغط فتجيب واحده تيجي جول، فتلاقي الماتش اصلا انت بتسجل اهداف بس المباراه النتيجه مش معبره. لا، هو حاصل توافق كبير جدا جدا ما بين الاداء الممتع وبين المكسب العريض وبين الاهداف الحلوه، فالنتيجه معبره عن كل شيء. فانت الحاله ديت هي حاله احتفاء ومبسوط، واتمنى انه لعيبه الزمالك تاخد الدفعه المعنويه، ما يخافوش من حاجه يا جماعه. الكوره جمالها وحلاوتها ان هي كده، هي كده يا باشا، تحترمني هحترمك، تنزل تديني في ال 90 دقيقه كوره ويبقى عندك قلب وعندك روح، تمام.
الكويس جدا في الموضوع انه المباريات متدرجه بالنسبه للزمالك. فالماتش ده هو ابتدى باتحاد المنستير، مع كامل تقديري ومع كامل تقديري واحترامي ليه، بس البدايه التدريجيه دي خلت الزمالك يشم نفسه كويس قوي ويشد حيله عنده الماتش اللي جاي اللي بعده الشباب، فريق من الفرق اللي لازم تعمل حسابها كويس قوي. وبعد الشباب هيختم بالنصر. انا النهارده بتفرج على برضو الانطلاقه بتاعت المباراه، ابص فين يا جماعه، مش هفضل اعمل كده، اتفرج على الماتش النهارده بتاع الزمالك وبعده كمان على طول ماتش الشباب، كريستيانو رونالدو قاعد واخد بالك ازاي، عندهم ماتشات وديه وبتاع ولسه مخلصين الانتر، فطبيعي الراجل هيريحه، فممكن مع قدام شويه زقه تتزق في الحته بتاعت انه كريستيانو يكون موجود. بصوا الكوره حلاوتها في اللي احنا بنقوله، تونس كسبت فرنسا، المغرب عملت اللي ما يتعملش في كاس العالم، شالت كل الاشاوس اللي في طريقها مع ان كل الاشاوس دول كانوا مرشحين، وبالتالي خدها واحده واحده وفكر لها بعقلانيه وبمنطقيه ممكن تعمل نتائج محترمه جدا جدا. مفيش حاجه في الكوره يعني ايه صعب. فسعيد مبسوط فخور بالزمالك النهارده، واتمنى ان شاء الله باذن الله يستمر على هذا المنوال.